مسألة وقت فقط قبل أن تنجز المقاومة هنا في الأحكوم مهمة دحر الميليشيا من منطقة تتوسط شرياناً مهماً يربط تعز بمحافظة عدن وتشكل منطقة تماس مهمة مع المناطق الجنوبية المحررة. جاء هؤلاء إلى هذه المنطقة في مهمة التفاف فاشلة على الكتلة السكانية الكبيرة ومدينتها الرئيسية التربة، وعينهم على هذا المخزن البشري الكبير الذي غذى حروب الدفاع عن الثورة والجمهورية منذ أكثر من 50 عاما مضت، وحمل على كاهله المشروع الوطني الوحدوي، ودفع لأجل مهمة كهذه ثمنا باهظا. اندحار يتلوه اندحار في كل الجبهات، ومخطط ميليشيا المخلوع صالح والحوثي لتحويل ريف تعز إلى أرض محروقة ارتد عليها، وها هي تحصد الهزائم المتتالية إثر موجة الانتصارات الكبيرة التي حققتها وتحققها المقاومة مسنودة بالجيش الوطني والتحالف العربي في مختلف الجبهات. لهذه الجغرافيا كبرياؤها وللمعركة هنا نكهتها الخاصة، حيث يتعين على المقاتل أن يطارد الهدف في بيئة وعرة. هذا الوجه اقتد من طبيعة هذه المنطقة، صاحبه غالب السنة، وقرر المقاومة ذودا عن الأرض والعرض. من أي اتجاه نحن هنا نرابط علشان الأرض والعرض؟ هو التحدي نفسه الذي يتسلح به المقاتلون هنا على مشارف هيجة العبد، وكلهم على أهبة الاستعداد للمواجهة ودحر العدوان. نحن هنا تبع اللواء 35، سنواجه الحوثة، لا يمكن أنهم يدخلون الحجرية. انتصار المقاومة في تعز تناغم مع التحول الذي طرأ في طبيعة الموقف خلال الساعة الماضية، من الخذلان إلى الإسناد، فكانت هذه النتيجة المشرفة.